الخير، صباح السعادة، صباح جديد عليكم مشاهدينا في كل مكان. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج وسام شرف. زي ما تعودنا إن كل حلقة بنقدم قصة نجاح جديدة. قصة نجاح كانت فكرة بقت حلم، بقت إنجاز واقع بنتكلم فيه. قصة النهاردة معانا دكتور أحمد جمال، بكالوريوس علوم قسم كيمياء جامعة الأزهر، ودبلومة فسيولوجي وكيمياء جامعة قناة السويس، ومؤسس شركة كاليرينا للعناية بالبشرة. نرحب بالدكتور. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، نورتنا يا دكتور. كمان نرحب بضيفة الحلقة خبيرة التجميل أستاذة أسماء سيد. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. دكتور أحمد، في البداية احكي لنا بقى من بداية القصة خالص، من ساعة ما جات لك الفكرة، وإزاي قدرت تتغلب على كل الصعوبات اللي قابلتك، وليه تحديدا العنايه بالبشره؟ احكي لنا بقى بالتفصيل من البدايه. هي الفكره بدات من كنت بشتغل في مصنع ادويه من 2011. كان عندي طموح ان انا يبقى عندي البيزنس الخاص بيا، وعشان اعمل البيزنس الخاص بيا فحبيت ان هو يبقى في المجال بتاعي. تمام. بعد ما اشتغلت في مصنع الادويه كنت سافرت للخليج في المملكه العربيه السعوديه. تمام. اشتغلت في مصنع مستحضرات تجميل. من هنا بقى جت الفكره بالظبط. حاجه خاصه بيا في مجال مستحضرات التجميل. تمام. بعد فتره يعني قلنا ان احنا نقف على رجلينا، نكتسب الخبره، يبقى معانا الماديات اللي تقدر توقفنا على رجلينا. تمام. بفضل خبرتنا اللي احنا اكتسبناها بره وفي المملكه العربيه السعوديه. تمام. لما جينا على مصر حبينا ان احنا نعمل منتجات كواليتي عالي، فيرست كلاس، زي المنتجات اللي موجوده في امريكا واوروبا. نضاهي بقى السوق اللي هو العالمي. نعمل منتجات كواليتي بتاعتها عالية والسعر بتاعها يبقى منافس للسوق المصري. تمام. ومن هنا بدأت الشركة بتاعتك. بالظبط كده. طيب. أسسنا الشركة سنة 2019. عملنا الكيان اللي هو بتاع الشركة، السجل التجاري، البطاقة الضريبية. بعدها جينا على بدأنا ان احنا نرخص المنتجات بتاعتنا في وزارة الصحة عشان تبقى معتمدة. ونزلنا السوق من 6 شهور بالظبط. تمام. عايزين بقى يعني تحكي لنا عن الصعوبات اللي قابلتك اثناء مشوارك من ساعه ما جات لك الفكره لحد تاسيس الشركه دلوقتي. اكيد جت عليك صعوبات، سواء حتى في الاجراءات، تمام، او جت عليك لحظات مثلا ياس، لا انا مش هقدر اكمل، بس ازاي اتغلبت بقى على كل ده بعزيمه واصرار؟ هو كل مرحله من المراحل اللي احنا بنخطيها من ساعه ما بدانا ان احنا نشتغل في اجراءات الشركه كان فيها صعوبات كبيره جدا، فحاولنا ان احنا نقاومها. يعني مثلا عايزين نأسس الشركة، تيجي فترة نيأس، بعدين لا نكمل، طالما في تارجت موجود قدامنا، طالما في هدف وفي إيمان ان احنا هنوصل وان احنا هنحقق حلمنا، فليه لا؟ بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. حتى لو جت ساعات احيانا بتيجي لحظات يأس، بس الانسان طالما مؤمن بحلمه وحاطط الهدف قدامه اكيد في يوم هيوصل. تمام. هو ده يعني حتى احنا بننصح اي شاب هيعمل اي مشروع او هيعمل اي حاجه، ما تيأس تماما. لازم تكون مؤمن بفكرتك، مؤمن بربنا اولا، مؤمن ان حلمك اللي انت عايز توصله مع الاصرار والعزيمه هتوصل. بس كل حاجه بتاخد وقتها، كل حاجه بتاخد صبر، كل حاجه بتاخد عزيمه اصرار. اكيد. طيب يا دكتور، انت الشركه هنا عندك منتجين صح؟ تمام. طيب احنا عايزينك نتكلم عن كل حاجه فيهم بالتفصيل، هو سيرم للشعر وكريم تفتيح البشره. طيب اتكلمنا بقى عن كل حاجه فيهم بالتفصيل. تمام. احنا عندنا منتجين، الكريم التفتيح. كريم التفتيح زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان احنا بنحاول ان احنا ننزل السوق المصري. طيب. بمنتجات الكواليتي بتاعتها عاليه. طيب. تضاهي المنتجات الاوروبيه. أوكي. عملنا كريم تفتيح بمواد فعاله عاليه جدا، الالفا اربيوتين بالكوجيك اسيد. ده كريم التفتيح. ده كريم التفتيح. ايوه. تمام. طيب ده بقى مكوناته وايه كل يعني فايده كل حاجه فيهم؟ مكوناته ده بيحتوي على ماده طبيعيه، الالفا اربيوتين دي ماده طبيعيه مستخرجه من عنب الدب. تمام. دي بتعمل على تفتيح ونضاره البشره. اوكي. في الكوجيك اسيد بيعمل على الحد من انتاج ماده الميلانين. تمام. وبدوره بيعمل على تفتيح برضو نضارة البشرة. وبيوحد لون البشرة. ما بتجيبش تصبغات. بيقلل التصبغات. تمام. طيب. عندنا مجموعة فيتامينات، فيتامين سي وفيتامين اي وفيتامين اي. اوكي. الكريم التفتيح الميزة اللي فيه كمان ان هو ما بيعملش اجهاد للبشرة. في كريمات موجودة كتير في السوق بتعمل اجهاد للبشرة. لا، الكريم بتاعنا كمان نقدر نستخدمه كلوشن ومرطب في نفس الوقت. تمام.
يعني ممكن استخدمه كلوشن عادي؟ اه كلوشن عادي، يعني احط واخرج بيه عادي؟ اه عادي. تمام، نستخدمه. طب دي حاجه كويسه قوي، يعني ميزه مهمه. بالظبط. زي ما قلنا ان هو بيشتغل كمان، بيشتغل على اثار حب الشباب. في مشاكل بتواجهنا كتير، حب الشباب بتواجه الفتيات والشباب. المشاكل دي بعد كده بتوصلنا، لو احنا سيبنا حب الشباب بنعمل عمليات ليزر وكده، فلا احنا لما نستخدم منتج كلارينا من البدايه تمام بيحصل عمليه وقف، يعني بيوقف ان يطلع اثار حب الشباب. اه بالظبط كده، اثار حب الشباب. اوكي تمام. عندنا سيرم بقى كلارينا للشعر. في كتير في كتير منتجات سيرم موجوده في السوق. المنتجات بتبقى مش الكواليتي بتاعتها مش عاليه، بيبقى مخفف بزيوت كتير، منها زيوت البارافين، فتبقى الانتاجيه يعني النتائج بتاعته ما بتبقاش مظبوطه. فاحنا عملنا في كلارينا سيليكون سيليكون بيور. تمام. مع زيت ارجان مع فيتامين اي. تمام. طيب هي الاستاذه اسماء برضو كان عندها استفسار بخصوص السيرم. تمام، فحابه تسال الدكتور عن حاجه. اتفضل. ايوه، منتج سيرم بيواجه مشاكل غير المنتجات التانية في السوق؟ زي ما قلنا ان السيرم اللي موجود في السوق ده فيه منتجات الكواليتي بتاعتها عاليه، وفي منتجات الكواليتي بتاعتها مش على الحد المطلوب. السيرم بتاعنا سيليكون بيور مع زيت ارجان مع كولاجين مع فيتامين اي، فده بيدي نعومه وحيويه للشعر، كمان بيحميه من اشعه الشمس ومن حراره الاستشوار. طيب استاذنك بس يا دكتور، هنطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع لكم تاني مشاهدينا، استنونا. مشاهدينا ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين كلامنا مع دكتور احمد جمال مؤسس شركه كلارينا وخبيره التجميل اسماء سيد. طيب دكتور احمد، بالنسبه للكريم تفتيح ده، هل بيستخدم برضه في الكلف والنمش ولا لا؟ كريم التفتيح بس ما قلنا بيستخدم في التفتيح. يا ريت توجه للمشاهدين انه هو هل بيستخدم برضه في الكلف والنمش ولا لا؟ هو بيستخدم في الكلف والنمش، بيستخدم في اثار حب الشباب، بيستخدم كتفتيح، وزي ما قلنا برضو في البداية انه بيستخدم كترطيب ولوشن في نفس الوقت. تمام. استاذة اسماء، كنت حابة تسألي الدكتور برضو على سؤال بخصوص الكريم. بيستخدم كم مرة في اليوم؟ احنا بنستخدمه مرتين في اليوم، لكن بالنسبة للبشرة الدهنية بنستخدمه مرة واحدة مساء فقط. يعني بنستخدمه مرة صباحا ومرة مساء للبشرة العادية، والبشرة الدهنية بنستخدمه مرة واحدة مساء. يا دكتور، انا برضو كنت حابة اسالك سؤال للكريم التفتيح. ان احنا لما نستخدمه مره مثلا بشره عاديه، بنستخدمه مره بالليل قبل ما ننام، هل ليه اضرار ولا لا؟ لا مفيش اي اضرار خالص. عادي ممكن نستخدمه قبل ما ننام. طبعا المنتج من مواد طبيعيه امنه، مفيش اي مشاكل خالص على البشره. تمام. وطبعا ده حلو قوي انه في فصل الصيف، يعني في فصل الصيف برضو اللوشن يبقى جامد قوي. يعني حضرتك حاطط بجد ميزه فيه جامده، يعني انه هو اللوشن ده بيغني برضو عن حد يحط فاونديشن او كده، فحاجة كويسة يعني. بالظبط زي ما قلت لحضرتك، ان هو بيستخدم كلوشن نقدر نستخدمه في فصل الصيف، مع ان هو بيستخدم كتفتيح ونضارة. وفي فصل الشتاء كمان في ميزة ان احنا ممكن نستخدمه كمان ككريم ترطيب، يعني بدل ما نجيب منتجين. لا هو منتج واحد ممكن يغني عن التفتيح وترطيب في نفس الوقت. طيب في حاجة عامة بخصوص نصايح للبشرة حابب تقولها للجمهور بصفة عامة يعني للبشرة؟ بالنسبة للبشرة احنا بننصح السيدات، بننصحهم ان هم يدوروا على المنتجات اللي هي المرخصة من وزارة الصحة. تمام. وان هم يبعدوا عن المنتجات اللي هي منتجات الشنطة اللي بتيجي بتهربها من بره، والمنتجات اللي هي متصنعة تحت بير السلم. تمام. فبننصحهم ان هم يدوروا على المنتجات المرخصة. طب نصايح، لا يعني اقصد بصفه عامه لفصل الشتاء للعنايه بالبشره، مثلا نشرب ميه كتير ولا طبيعي؟ طبيعي شرب الميه، النوم الكتير 8 ساعات، ما يقلش عن 8 ساعات. طيب. شرب الميه مفيده جدا لجميع انواع البشره، مفيده لجميع وظائف الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله.
طيب بالنسبة برضو للشعر، عايزين نصايح للشعر توجهها للجمهور في فصل الشتاء. بالنسبة للشعر برضو زي ما قلنا، ما نغسلش الشعر بشامبو كتير، يعني تمام. مرتين في الأسبوع كفاية، تمام، عشان ما يعملش هشاشة. وبننصحهم ان هم يستخدموا سيرام كلارينا. سيرام كلارينا ده مرة يا دكتور في اليوم ولا؟ مرة في اليوم. مرة في اليوم بالليل. تمام. طيب في حاجة أستاذة حابة تسأليها تاني؟ طيب احنا يا دكتور في يعني حاجة بسيطة كده، احنا للأسف وقت الحلقة قرب يخلص، بس في حاجة تكريم كده بسيط لحضرتك، يعني تشرف قناة الصحة والجمال ان تهدي لحضرتك وسام شرف. شرف لينا. لا تفضل 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 حضرتك. انا هاجي تفضل حضرتك. ماشي اتفضل يا دكتور. أنا بشكر قناة الصحة والجمال على دعوتها للبرنامج، وبشكرها على الوسام الجميل، وبشكر حضرتك. يعني أنا دكتور دي حاجة بسيطة نقدمها لحضرتك، لأن إحنا يعني بنتشرف إن يكون في نماذج مشرفة، إن حد يعني مكافح زي حضرتك وبدأت مشوارك وصممت عليه وكملت ووصلت للي أنت فيه دلوقتي، فدي أقل حاجة نقدمها لحضرتك يعني. وأنا فخور جدا إن أنا موجود معاكم، موجود على قناة الصحة والجمال، و في انتظار دعمكم لينا. مرسي لحضرتك. طيب يعني نستغلال كده لوجود حضرتك. طيب احنا بس معانا مكالمه. اتفضل. الو الو. ايوه مدام اسماء معانا. ايوه السلام اتفضلي. عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ممكن بس حضرتك تطفي التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ حاضر. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحتي انا حبيت بس اتكلم عن الكريم والسيرم اللي حضرتكم بتعرضوه دلوقتي. انا استخدمت الكريم واستخدمت السيرم برضو، وكان السيرم شعري كان فيه تقصف وكان هايش فيه هيشان وتقصف من طروفه. استخدمت السيرم الحمد لله، يعني عمل لي نتيجه هائله جدا جدا جدا. وبالنسبه للكريم انا استخدمته برضو مره الصبح ومره بالليل، بيفتح البشره جدا، بيرطب البشره. كان عندي برضو حبوب في بشرتي ضيعها خالص، ما شاء الله كريم حلو جدا، وبرضو فيه نسبه ترطيب عاليه جدا، وبحطه وانا خارجه ما عليهوش اي اضرار خالص خالص خالص، والحمد لله يعني المنتج عمل معايا نتيجه بالنسبه للكريم وبالنسبه برضو للسير. انا بشكر الدكتور جدا على المنتج ده، وبنصح اي حد ان هو يستخدمه لانه ان هو كويس جدا جدا. وكابتن محمد مصطفى هو وزع لنا الحاجات دي، وفي ناس كتير جدا عندنا طلبتها بنسبه كبيره جدا. احنا بنشكر حضرتك وبنشكر على ثقتكم فينا. بنشكرك على مكالمتك يا استاذ اسماء، ميرسي لحضرتك. طيب انا عايزه استغل برضو وجود حضرتك معانا، وعايزين بقى نتكلم على مشاكل الشعر بصفة عامة. تمام. يعني نستغل بقى وجود حضرتك كده فنسأل برضو على مشاكل الشعر. دلوقتي مثلا في ناس بتشتكي ان شعرها ما بيطولش، بتجرب حاجات كتير وبشعرها برضو يعني ما فيش تغيير، او كل فين وفين لما تلاقي تحسن تغيير كده، فتنصح بايه لو حد عايز يطول شعره عند المشكلة دي؟ ننصحهم بمجموعة الزيوت الطبيعية. مجموعة الزيوت الطبيعية بتعمل على نمو الشعر. زي زيوت ايه مثلا بتساعد في اطاله الشعر؟ يعني في زيت الزيتون، زيت جوز الهند. الزيوت الطبيعيه بتدي بتدي رونق للشعر، وكمان بتدي نتائج في تطويل الشعر. تمام. طيب انا بس عايزه يعني برضو، طب لحظه واحده معانا مكالمه. الو الو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ايوه استاذ محمود. انا كنت بس عاوز اسال الدكتور بعد اذن حضرتك. اتفضل يا دكتور احمد. بالنسبه للمنتجات بتاعت حضرتك نلاقيها متوفره فين؟ منتجاتنا متوفره في الصيدليات وفي مراكز التجميل، وعن طريق التواصل معانا على رقم التليفون وعلى البيج بتاعتنا صفحه الفيسبوك. بس هو المشكلة
هنا يا دكتور بالنسبه للصيدليات وبالنسبه للادوات بتبيعوا باسعار غاليه جدا، يعني يا ريت يكون لكم وكلاء في اي مكان، لان طبعا هيوفر كتير جدا على المستهلك ان هو يقدر يلاقيه ويلاقيه بالسعر المناسب يعني. الو مش سامع بيقول شكرا. بقول لحضرتك لو المنتج ده موجود ليه وكلاء موجودين ولا يعني مكان للتوزيع عن طريق النت ولا يعني يكون اسهل بالطريقه غير التوزيع يعني. هو التوزيع عن طريقنا وفي وكلاء موجودين حضرتك يعني بتواصل على الرقم الشخصي وانا ادل حضرتك عليهم باذن الله. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. يا ريت بس نعرض البيج بتاع الفيسبوك. طيب يا دكتور، دي مشكله من مشاكل الشعر، بقى في مشكله تانية اللي هي الهيشان. الهيشان لما بنستخدم سيرم كلارينا بيقضي على الهيشان. سيرم كلارينا بيقضي على الهيشان والتقصف والتقصف وبيديله نعومه، بيديله حيويه، وبيديله ترطيب عالي كمان. تمام. طيب يا دكتور، برضو بالنسبه للبشره نصايح بس كده لمشكله الكلف والنمش، هل المنتج ده الكريم فعلا بيقضي عليها تماما ولا كريم كلارينا لان جات لنا اسئله بخصوص الموضوع ده. تمام. كريم كلارينا بيقضي على الكلف، بيقضي على النمش بفضل المنتجات الطبيعيه اللي موجوده زي ما قلنا الالفا اربيوتين والكوجيك اسيد ومجموعه الفيتامينات اللي موجوده فيه. استخدموا كريم كلارينا ومش هتندم. تمام. مشاهدينا خلصت حلقتنا، واستنونا وحلقة جديدة من برنامج وسام شرف. إلى اللقاء.